يعطيكم العافية. بهذا المقطع رح أخبرك على أهم سر من أسراري أنا في طبخ الرز الأبيض وكيف بيطلع معي ناصع البياض. أول شي رح ناخد عيار الزيت، لكل كاسة رز معلقتين زيت، سواء رح تطبخي رز قصير الحبة أو متوسط الحبة. أهم شي إنه لازم نغسل الرز كتير منيح من النشا اللي بيكون موجود فيه عشان ما يخليه بعد الطبخ لونه هيك مايل على الاصفرار. انا هون استعملت كاستين رز متوسط الحبه، حطيت 4 معالق زيت نباتي وحطيت مي. كل كاسه رز عملت لها عيار كاسه وربع مي، حطيت ملح، وحطيت كمان اهم سر من اسراري لطبخ الرز الابيض، هدول أقل من ربع كوب حليب سائل. ما بيفرق سواء كامل الدسم، قليل الدسم، خالي الدسم، أهم شي بنضيفهم وبنغطيهم كلهم وبنخليهم يغلوا كتير منيح مثل ما انتو شايفين قبل ما نضيف الرز المنقوع والمصفى. طب شو فايدة الحليب؟ إضافة الحليب بتعمل لي نوع من العكارة. العكارة هاي أنا رح أستفيد منها إنه رح تعطيني بياض ناصع للرز، ورح تعطي ريحة شهية جدا كمان بعد ما ينطبخ وطعم زاكي حتى لو كانت الكمية قليلة. طبعا هذا العيار بيمشي لكاستين الرز، ولكن انت بدك تضيفي تدريجيا كل ما الكمية كبرت. اهم شي في طبخ الرز لو رح تستعملي رز قصير الحبة اللي هو الرز المصري، ما تبلغي بغسيله أبدا لأنه الحبة القصيرة بسرعة بتكسر معاك، فيدوبك تغسلي وما في داعي تنقعي وتطبخي على طول. شايفين الثقوب هاي؟ بمجرد ما تغلي مية الرز عليه اتركوها، ما تحركوها أبدا. طبعا أنا هون مضطر عشان التصوير إنه أضلني مكشفة الغطاء مدة أطول يعني، ولكن أنتوا بمجرد ما إنه الرز يشكشك وتصير هالثقوب هاي بنهدي تحت النار وبنتركه، طبعا بنغطيه وبنتركه لحتى يتفلفل. حتى الثقوب هاي ما تقربوا عليها، خلوها مثل ما هي. بعد ما ينضج تماما بنجيب معلقة زبدة صغيرة وبشوكة بنحرك تحريك خفيف وبنتركها تدوب بقلب الرز. طبعا في ناس ممكن تقولي نستعمل سمنة، ممكن، بس السمنة رح تعطي لون على صفارة شوي. نحنا بدنا الرز يكون ناصع البياض، شوفوا هالمنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. رح نرجع نسكر التنجرة 5 دقايق لحتى تدوب الزبدة تماما، وبعدين نرفع الغطاء بنلاقي انه الزبدة دابت والرز ضله أبيض ناصع البياض، الريحة بتشهي، الحب بحبتها مفلفل بلمع، يعني كل عناصر نجاح الرز رح تلاقيها بالطريقة الصح والسهلة. بكل معلومة بعطيك إياها بتمنى إنك تستفيدي منها لأقصى حد. شوفوا هالمنظر رهيب ما شاء الله. جربي هالطريقة وحطيلي بالتعليق لو عجبتك الطريقة هاي، أكيد أنا متأكدة رح تعجبك. سلام.